السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حنفي، 33 سنة، صحفي وممثل مغربي. تجربتي مع هينا تجربة صراحة يعني افتخر بها بكل صراحة. يعني دوس أعمال كثيرة والجمهور كاين اللي كيعرفني كاين اللي ما كيعرفنيش. المهم اللي غادي ندير لكم مع التجربة ديالي في هينا والكواليس ديالها. الكواليس صراحة كانت صعيبة بزاف باش تصورنا داك السيغي، كان صعيب بزاف. كنشكر المخرج محمد علي مجبود اللي هو عطاني الثقة، منح فيه الثقة بأن في هاد الدور هذا. المسلسل اللي تأخر العام ديالو راه نفس الصور صافي دابا سنتين. على حسب العلم ديالي أنه صورنا، المهم حنا صورناه بعامين، وعلى حسب العلم ديالي أنه ربما كان شي خلاف مع لابرود. وقيلا كاين شي خلاف، على حسب العلم ديالي انا اللي عارف وداكشي اللي متداول، انه كاين شي خلاف مع لابرود ولا هادشي اللي تنعرف. الدور ديالي كان كريم اللي هو الزوج الصديق البطلة اللي هي زينب عبيد اللي هي هينا. غتعجبني في الفيلم وغادي نحاول انني نتحرش بها وهي ما غاداش تبغي. كيف ما شفتوا معنا بغيت نعاود لكم على حاجه اخرى عاوتاني اللي هي التصرفيقات. شحال من واحد يسولني تيقول لي واش التصرفيقه بصح نيت ولا لا. انا ما كانش خبري ان التصرفيقه تكون بصح. من اللي صرفقات اللي عطى الله عطاه ديك تعاودت شي ثلاثه المرات تقريبا تعاودات. يعني الاولى ما في خباريش، الثانيه في خباري، الثالثه بيان سور. الدور صراحه كان صعيب بزاف والتصوير ما كان ساهل، وصورنا دخلنا في رمضان ديال العامين اللي قبل. يعني كان صراحة صعيب بزاف. شحال من واحد يصيفط لي ميساج من المشاهدين، ما غاديش نقول كان لي فان ديالو، كاين غادي نقول المشاهدين تيقولوا لي كاين اللي كيدوي من نيتو، كاين اللي كيضحك يقول لك حشومه عليك، ضربتي با علي، قتلتي، درتي ليه، تغزا فيك الله. ماشي مشكل، هذاك راه تمثيل. الوالده ديالي مسكينه شافت الفيلم، شافت ديك اللقطه بكات ومي بطون، قالت لي واش انت هادشي كامل غيخرج منك. المهم الجديد ديالي كاين الجديد الحمد لله، وبلا ما نتكلموا عليه من الاحسن حتى تشوفوه. وكنشكر وي بيان سور، وكنشكركم بزاف، وكنشكر اي واحد دعمني، وصراحه كاع الناس اللي صيفطوا لي ميساج ومدعميني كنشكركم بزاف وشكرا. ماشي بالسهل انك غتمثل مع الاباطره ديال الممثلين المغاربه. صراحه ملي كتمثل معاهم ملي كتوقف قدام كتحس براك انت راك بروفيسيونيل. علاش لا، ان شاء الله باذن الله. وكنشكر اي واحد صورت معاه، وخصوصا زينب عبيد اللي هي نقربكم من هذيك السيده طيبه بزاف. كيف ما كتشوفوها والله العظيم، كيف ما كتشوفوها في الشاشه وفي الادوار راه هي كذلك طيبه بزاف هذيك السيده، لا في الواقع ديالها ولا في التمثيل ديالها، ومتواضعه وحنونه. وكنشكركم بزاف. شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.